لو الحكاية فيها إن فيتو الاختيار يمكن ليبقى في الأول وبعد كده أنا بسلم البنات كلهم من لجنة التحكيم. طبعاً أنا منكرش إن بيكون لي رأي مسموع باعتبار إن أنا أول واحدة قابلتهم وأول واحدة قعدت معاهم في مكتبي ويعني درست الشخصية واتكلمت معاهم. كمان أنا موجودة معاهم يعني 24 ساعة في الكامب، فبقول ملاحظاتي بالسلب أو بالإيجاب، ولكن كل حاجة بتبقى قدام لجنة التحكيم. ما أقدرش أقول إن أنا بيبقى ليا دور في كبير في الموضوع، لكن كنت كل شوية بسمع فيدباك من لجنة التحكيم. الحقيقة يعني يطول الرقبة زي ما بيقولوا، يعني بالنسبة لمصر ومريم، يعني إن هي قد إيه بنت ممتازة. بسمع كمان من الأورجنايز إن هي ملتزمة جدا، مواعيد مظبوطة، عمرها ما بتتأخر أبدا عن ميعاد التريننج أو عن المحاضرات، دايما قاعدة منتبهة بتتناقش متواضعة. يعني عارفة في مثلا بنت بتبقى عندها إلمام مهتمة بالمعلومات وواثقة من نفسها وكذا، بس بيبقى الموضوع اوفر شوية. يعني لجنة التحكيم كان ليها ملاحظات على بعض البنات ان هم يعني اوفر قوي في الثقة بالنفس، يعني إلى درجة إن شوية في حتة غرور، يعني في ده ما حبهوش أبدا. فاهمين؟ يمكن أول مرة أقول الكلام. اللي هم حبوا في مامي إن هي مع كل الحاجات اللي عندها هي بنت متواضعة، وزي ما انتي شايفة قالت أنا لما دخلت وشفت البنات ابتديت أحس إن أنا لا المنافسة قوية، ابتديت أحس. بالعكس هي إحنا طبعا ما قلنا لهاش إن انتي في التوب، استبناها ونشوف إن هي بتعمل إيه. لا، بنت فضلت متواضعة لغاية آخر وقت ومستسلمة لغاية آخر وقت إن هي ممكن تكون أو تكون لا. ما فكرتش تعمل اي تصرف مثلا في عصبيه. بعض البنات كانوا متعصبين جدا لما قربت النتائج ونيرف قوي وحاسين ان هم ممكن ما يبقوش موجودين، فاتغيرت اللهجه. ودي حاجات احنا بنلاحظها، حاجات دي اكتر بتاثر في الدرجات جدا. يعني البنت لما بتقرب النتيجه بتبتدي تبقى عصبيه وتبتدي تاخد اكشن كده مش عاجبني او مش عاجب لجنه التحكيم، ده بيبقى ماينس على طول. لان انت المفروض ان انت من الاول خالص هم اخذوا سفيرات للسياحه المصريه، وبعدين اخذوا سفيرات ل 57 357 اوريدي، هم فائزات. يعني هم اوريدي اخذوا تايتلز هايله، وبعدين يوم المؤتمر الصحفي اخذوا سفيرات لجمعيه مسافرون للسياحه والابداع. يعني اذا هم اخذوا تايتلز اوريدي، المفروض ما يبقاش في منهم واحده نيرف. هو فاضل ايه اخر حاجه اللي هو ميس ارب، اللي هي انها تبقى يا اما تبقى ميس ارب او وصيفه. او ابتدت الدنيا الاعصاب بتتشد، احنا برضه بنراعي ده، بس ما يبقاش شده الاعصاب بالزياده، دي بتنقص درجات. مريم فضلت متوازنه لغايه اخر وقت ولغايه اخر لحظه، واخده الامور بطيبه، مش بتعمل كل اللي عليها، بس في نفس الوقت ان النتائج دي بتاعت ربنا وسايبه الموضوع لجنه التحكيم بكل سماحه. دي حته حبوها قوي فيها. يعني خصوصا الفنانه فاطمه شعيب واستاذه سناء اللي هي من مجلس القومي للمراه الدكتوره سناء شريف، قالوا لي احنا حابين فيها هذا الهدوء، مش مشدوده. معمل الامتحانات التحريريه والشفويه كانت بتجاوب بكل هدوء، مش مشدوده، اعصابها مش مشدوده. الحاجات دي كلها بتبقى ليها درجات وعوامل من النجاح. يعني ان هي بتبقى اندر بريشر، تبقى برده حتى وهي اندر بريشر هي ثابته، فده طبعا مهم جدا. فانا اتبسطت بيها الحمد لله، وفرحتني وفرحت مصر. وفي حاجه عايزه اقول لك عليها، لما دخلنا قبل النتيجه على طول كانت النسب بينها وبين البنات يعني في فروقات، بس ممكن كانت في الاسئله اللي هي خاصه بلجنه التحكيم ممكن يبقى في يعني يقربوا من بعض قوي كمان. وفعلا حصل ان الوصيفه الخامسه، الوصيفه عفوا الرابعه، تقسمتها بنتين. لان كتر تقارب الدرجات فعملوا فوتنج من لجنه التحكيم واحنا موجودين، لان كانت درجتين زي بعض بالظبط، اللي ياسمين كمون من تونس وفاطمه لطيف، فاطمه الزهراء لطيف من
للمغرب، فعلا هما الاثنين اخذوا الوظيفه الرابعه تقصدوا البحث يعني. طب بالنسبه للجنه التحكيم، هل هي مين اولا مين اللي بيختار اعضائها؟ ثانيا مين اعضاء اللجنه في 2013 اصلا؟ هو طبعا لجنه التحكيم بتضم باقه من العالم العربي، احنا بنبعت للسفارات العربيه لترشيح اعضاء لجنه التحكيم، وبنبعت لجمعيات المراه في مستوى العالم العربي، وبنبعت كمان ل جمعيات سيدات الاعمال، وبيبقى في ترشيحات فبيبعتوا لنا من كل دوله عربيه، بيبعتوا لنا الاسامي المرشحه وبنبتدي نختار معاهم ونناقش وكده. ومن مصر كمان دايما بيهمنا يكون في فنان او فنانه، لانه طبعا مع خبير سياحي، مع حد في الاتيكيت، مع حد في التربيه يعني النفسيه والبشريه، حد في التربيه البدنيه، حد متخصص في التجميل، يعني بتبقى يعني متنوع. حد كمان اعلامي بيهمني جدا علشان الحديث، يعني طريقه الحديث خاصه بالبنت، الاسلوب، الكلام ده. ففي برضه معانا اعلامي كبير، كان معانا حجيبه نقل عينين من المغرب إعلامية، وكان معانا من الاتيكيت كانت منى عطيقي برضه من المغرب، كان معانا دكتوره هاله جمال من سيدات اعمال البحرين، كان معانا دكتور عاطف عبد اللطيف الخبير السياحي من مصر، فنان عفاف شعيب من مصر، دكتوره سناء الشريف من مجلس القاضي للمراه، كان معانا من السعوديه الاستاذه عبير الحيد رئيس الاتحاد العربي الاكاديمي للتزيين في السعوديه، من الامارات كان معانا منال حسن رئيس الاتحاد العربي الاكاديمي بمنطقه الشرق الاوسط وفرع الخليج العربي. يعني كان معانا يعني اعتقد تخطوا 10 افراد مثلا. بتبقى لا هو اللي كان صعب قوي كمان الامتحان الشفوي ده، كان كرسي قدامهم هم كلهم قاعدين قدامك. طبيعه الاسئله اللي بتسال يعني في اختبارات، كان في اسئله عامه يعني اسئله ثقافه، كان في اسئله تانية بقى اللي هو الشخصيه، اللي هو عشان يعرفوا شخصيتك بقى وكده، بس كانت الاسئله ما كانتش سهله الصراحه، الموضوع كان صعب يعني. طيب هل انت ليكي علاقه يعني مش عايزه اقول يعني، هل انت ليكي نشاطات او مشاركه سياسيه لا في الفتره الاخيره؟ لا خالص ما. طيب بالنسبه لنشاطاتك الاخرى يعني غير هواياتك، يعني في ايه الامور اللي كنت بتحبي او تفضلي تقومي بيها؟ لا انا بصي بقول لك يعني، هو الفروسيه كانت واخده يعني وقتي كله، لان التمرين هو تمرين بروفيشنال، انت يعني فريق قومي وكده، فما كانش ينفع ان انت تقسمي وقتك لكذا حاجه، يعني هو لازم هتدي وقت كله لحاجه واحده عشان تقدري تبذلي فيه كل اللي عندك. يعني ما انا مش شايفه حد، يعني انا شخصيا مش شايفه من وجهه نظري ان انا اقسم مثلا هواياتي او ان انا اقسم كل حاجه، وما اقدرش ادي 100% لكل حاجه. يعني انا شايفه اخد حاجه يعني 1 by 1، ان انا كنت في الفروسيه فلازم وقتي كله يبقى رايح للفروسيه عشان اقدر ادي 100% بتاعتي دي. فانا ما يعني ما كنتش يعني اللي هو يعني ده كان الدراسه مع الفروسيه ده كان لوحدها يعني مصيبه. طيب بالنسبه للقب في حد ذاته جايزه، والجايزه الاخرى التاج. لا بصي هقول لك، هو انا هو اللقب جايزه، بس انا ما كنتش شايفه ان الفوز في اللقب، يعني اوريدي الفوز مش في اللقب خالص، يعني اللقب كجايزه كحاجه كده بونص ليكي، بس انت الاكسبيرينس اللي حصلت على مدار العشر ايام دول او التسعة ايام دول لوحدهم فوز. يعني انا شايفه الاكسبيرينس بتاعت مثلا انا مثلا اعلاميه، فالاكسبيرينس بتاعت الاعلام ده كلها فادتني، الاكسبيرينس بتاعت الندوات فادتني، الناس اللي بتقابليها، الناس اللي بتقعدي تتكلمي معاها، يعني حياه اخرى تماما عن الحياه اللي احنا كنا فيها مثلا. فانا كنت شايفه ان الفوز في الاكسبيرينس اللي احنا خدناها دي، يعني اوريدي انا كنت فايزه تمام، انا الحمد لله كنت راضيه. جات لها رحله عبره، وجالي بعد كده بقى رحله عبره الحمد لله من الاتحاد العربي الاكاديمي فرع السعوديه، وجات لها كمان زياره لدبي الامارات العربيه، هيكون ليها ان شاء الله زياره لمده اسبوع، يبقى في كمان كورس
خاص بال انها يعني تعمل حاجات نفسها كده ميك اب وشعر وكده تبقى عشان اهتماماتها بنفسها كمان. انا حابه اسالك فعلا في الجزئيه دي والدكتور حنان يعني اشارت ليها, ايه علاقتك فعلا بالمكياج وبال ازياء وموضه؟ يعني مدى اهتمامك بالموضوع ده؟ مدى اهتمامي لا ما فيش لا نهايه. مدى اهتمامي بالموضوع ده لا نهايه يعني, جدا 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 جدا. ما ينفعش في بنت على فكره, البنت يعني الهايله على فكره بتبقى شاطره في كل حاجه, زي الست الشاطره مش شاطره في كل حاجه. الموضوع ده بالنسبه لي يعني تماما يعني ملوش ده لو ايه يعني الموضوع ده كده دي ركن كده خالص كده ما بالظبط. طيب فوزك باللقب عمل بينك وبين اصدقائك القدامى بقى من ايام الطفوله والدراسه والحاجات دي اي حزازيات او غيرت او غيروا من ناحيتك؟ لا 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 لان هم يعني انا يعني اصلا كشخصيه ما اتغيرتش عشان هم يتغيروا او حاجه. ف وبعدين صحابي لا يعني مش البنات اللي هي بتغير والحاجات دي, لا لا ماليش علاقه بالناس دي, لا هو لا الحمد لله يعني تمام. طيب يعني لو اتيحت ليكي انك تشاركي مره ثانيه هتترددي ولو للحظه في مشاركتك؟ يعني ايه يعني ما اقصدش بس في مهرجانات مشابهه؟ لا ما اعتقدش, لان هو المهرجان ده فريد جدا من نوعه. يعني فكره مسابقه جمال كانت بالنسبه لاي حد بالذات التقليديين يعني النظام التقليدي بتاعنا كان بيبقى مسابقه جمال دي ملهاش اي علاقه بتقاليدنا وعاداتنا, فكان بيبقى الموضوع مرفوض. ففكره المهرجان ده يعني هو الوحيد اللي لوحده على السقف, يعني هو الوحيد بالظبط وماشي بالظبط على تقاليدنا وعاداتنا ومفيش اي حاجه بتبقى بره الموضوع, مفيش اي حاجه بقى فيها حساسيه. ففكره ان انت تلاقي حاجه تانية مشابهه ليه عشان تخشيها بيبقى الموضوع مش موجود اصلا. يعني مثلا ملكه جمال العالم بيشترطوا او بيبقى خلال المسابقه في ارتداء ملابس معينه بالظبط, بيكينيز بقى والكلام ده ما لناش علاقه بيه.